السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد، اقتراح جديد. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الاقتراح ديال اليوم ولا الحويجة اللي غنشارك معكم اليوم غتكون عبارة عن بلا ديال الكسكسو المغربي. دونك شي كيعرف يصاوب الكسكسو غير انا جا على بالي هكا وبغيت نديرو اليوم الغداء، وغادي نوجدو معكم بطريقة اللي هي بسيطة وسريعة ودغيا توجدوا، يعني بلا كثره المراحل. غنعطيكم اون ميثود لي تري تري فاسيل باش توجدوا لو بلا ديال الكسكسو، خاصه بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ما وجدوه ولا من دول اخرى اللي ما كيعرفوش يوجدوا البلا ديال الكسكسو. دونك اول حاجه غادي ناخذ، غنمشي معكم ايتاب باغ ايتاب. غادي ناخذ هذه الطنجره اللي كنطيبوا فيها الكسكسو، البرمه والكسكاس، غادي ندير شويه ديال الزيت، وغادي ندير كاسه سواء كديروه باللحم ولا بالدجاج كيبقى لكم الاختيار، ولكن انا ما تيعجبنيش بالدجاج، كنبغي نديرو هكا باللحم. اللحم كتاخذوا القياس اللي بغيتو، انا غناخذ هكا تقطعات ديال اللحم. غادي ناخذ معها البصله هكا تكون متوسطه، كتقطعها هكا بشكل عشوائي، انا عارفه بان شحال هذه ما منزلت لكم شي فيديو، ما درت ما شاركت معكم حتى شي حاجه، لكن الغلب الله دي فوا هكا الانسان كيكون عنده ظروف خاصه ولا كيكونوا دي مومون لي كيسون ان تي بو ديفيسيل، ما كيبقاش عندك الخاطر انك دير شي حاجه. بقى هكا كما تسوقلت علاش لا، جو روبرون ا زيرو ونشارك معكم حويجه اللي هكا جات على بالي وبغيت نجبدها. دونك ديرو البصله، غندير الملح، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، فقط هذه العطريه اللي كنديرو في الكسكسو، سكينجبير بزار والملح، شويه ديال السمن. الا ما عندكمش السمن بلاش، ولكن الكسكسو كيبغي هكا السمن صافي. غادي نخلي هذا اللحم يتقلى مع البصله، بالنسبه ليا البصله هبطات دبلات واحد شويه، غادي نزيد عليها مطيشه، غناخذ واحد المقدار ديال واحد جوج ديال المطيشات كبار ولا ثلاثه متوسطين، حتى هما كنحيدو معايا النباته الفوقانيه وكنقطعهم بشكل عشوائي. دونك كنخليها حتى تتقلى، من بعد غادي ندوزو باش نشوفو الخضره ونشوفو المرحله اللي غادي نديرو فيها مطيشه. الوغ هنا ملي تقلى داك اللحم مع البصله، قلات لي ديك البصله مزيان مع داك الحيمه، تنقول اش نسيت. الوغ اش نسيت؟ نسيت ما درتش الخرقوم ولا هو كركم. غادي ندير واحد شويه، نسيت ما قلتوش ليكم، غادي ندير شويه مطيشه. خديت هنايا واحد جوج ثلاثه ديال المطيشات متوسطين، انا كنمعكها بيدي هكا، كنحيد هذيك النباته الفوقانيه وكنمعكها مزيان. علاش؟ باش ديك المريقه ديال الكسكسو كتجي ملبيه وكتجي خاطره، ما تجيش المرقه في جهه والسميده في جهه. غادي نزيد المطيشه، السمن ما لقيتوش عندي، دونك عاد صيفط على السمن، نجيب شويه ديال السمن نديرو حتى الاخر، ماشي مشكل، تقدروا ديروا السمن هو الاخير. وغادي نخليها واحد شويه وغادي نمرق، اللي غادي نمرق غادي ندوز باش نرمي الخضره. انا غادي نوريكم الخضره اللي درت، فريمون درت كسكسو بسبع خضار، درت الخضره كثيره. دونك نخليها شويه ندوز باش نمرقها. انا خديت هنايا القرعه، درت القرعه بجميع انواعها، درت القرعه ديك الطويله، درت القرعه هذه الدايره، داكشي اللي عندكم، درت القرعه الحمراء. ماشي ضروري انكم ديروا هذا الشيء كامل، نتوما كتشوفوا شنو اللي كتبغيو تاكلوا في الخضره. ودرت واحد جوج مزيودات ديال الفلفله حاره، الفلفله ما تلوحوهاش في الاول حيت تقدر ترطق لكم في المرقه وتجي المرقه حاره، خليوها حتى الاخر، يعني كترميوها حتى كتقرب طيب القرعه عاد كنرميو، فريمون حتى كتبقى واحد 5 دقائق عاد كنلوحوا الفلفله. وهنايا خديت لي شو، خديت واحد الربطه ديال الربيع، حتى
حتى هي غادي نديرها. خديت القرعه باردون البطاطا الحلوه، خديت خيزو وخديت اللفت. دونك هذه هي الخضره اللي صوبت اليوم باش غادي نديرها مع الكسكسو، وكديروا نتوما داكشي اللي بغيتوا واللي كتاكلوا. غادي ندوز مباشره باش نرمي هذه الخضره اللي عندي هنا، اللي هي لي شو، بطاطا حلوه، خيزو واللفت، هما اللي غادي ندير في الاول باش يطيبوا مع اللحم، حيت هما اللي كيشدوا الطياب. ابخي ملي كطيب اللحم مع الخضره كنزيد القرعه هي الاخرى، يعني حتى تبقى لكم واحد ربع ساعه ولا واحد 20 دقيقه باش يطيب الكسكسو، عاد كترميو القرعه باش ما كتجيش هاريه. كترميو هاد الخضره كامله، بيان سور غسلوها مزيان حيت كيكون فيها التراب، نديرو لي شو الخيزو واللفت. واحد الريحه طالعه، يا سلام كيشهي. هاد البطاطا حلوه غادي نقسمها هكا على جوج باش طيب ليا. صافي وغادي نمرق قبل ما طيب، ما نديروش الماء بارد، نديرو الماء طايب. الجهد اللي غادي نطيب فيه داك اللحم وداك الخضره نخويها هكا من الجنب. نخليها طيب على خاطرها، وغادي ندوز باش نصوب معكم السميده. الوغ هنا خديت السميده اللي غادي ندير، كيميه بيان سور اللي غادي تكفيكم. انا كناخذ السميده تكون متوسطه، تكونش رقيقه وما تكونش غليظه. غنرشها هكا بشويه ديال الماء، غير شويه، نخدمها بيديا ونعاود ندوزها بالزيت، نلبسها هكا بالزيت باش ما تلصقش. وغادي نديرها باش تفور التفويره الاولى. هاد العمليه كنعاودوها ثلاثه ديال المرات، يعني كنديرو سميده غنرشها بالماء، غادي نعاود نلبسها بالزيت، وغادي نديرها تفور حتى كتطلع التفويره مزيان، كيبان لكم البخار طالع مزيان. عاد كنعاود نرجعها القصريه ونرشها مزيان بالماء، ونعاودها بالزيت، ونعاود نرجعها كتفور ثلاثه ديال المرات. نفس العمليه كنعاودوها ثلاثه ديال المرات. ناخذ شويه ديال الزيت، زلزال في الكوزين فوالا. كنديروا الزيت باش ما كتجيش ديك السميده ملصقه مع بعضياتها، كتجي حتى على اختها. وغادي نديرها تفور في الكسكاس. الخضره راه بدا كيدخلها الطياب ديال اللحم، حتى ندير التفويره الثانيه تبقى ليا غير وحده. عاد غادي نرمي القرعه اللي عندي مع داك الفلفله حاره، مع داك الربيطه ديال الربيع. دونك هادي التفويره الاولى خصناها تطلع مزيان، يبان ليا البخار طالع مزيان. عاد غادي نرشها بالماء ونعاودها بالزيت ونعاود نردها عاوتاني باش تفور. الوغ هنا من بعد ما طلعت ليا التفويره الثانيه، هادي اخر وحده غادي ندير قبل ما ندوزو باش نسقيو الكسكسو ديالنا. رميت هنايا القرعه اللي عندي ودرت داك الربطات ديال الربيع. صافي وكتذوقوا الملحه، كتشوفوا الملحه واش هي هذيك، الا كانت ناقصه كتزيدوها. وغتزيدوا واحد المعلقه ديال السمن، غادي نزيد شويه ديال السمن، وغادي ندير الملح، وغادي ندير التفويره الثالثه الاخرى باش نسكي
الكسكسو ديالنا. كنرشوه مزيان بالماء، في التفويره الاخرى ديما كنزيدو شويه ديال الملح السميده باش ما كتجيش باسله، وكنزيدو شويه ديال الابزار، ندير شويه الملح. شوية ديال البزار، كنبردو هكا، اللي مكيتحملش هكا الحرارة يدير سباتيو ديال العود، كنخليو حتى كيبرد تماما، عاد كنديرو ليه شوية ديال الزيت ونردوه إيفور. كما قلتلكم هذه هي التفويرة الاخرى، يعني ما تخافوش من المعير، عطيوه الماء باش ما تجيش السميده هكا، السميده في بلاصه والمرقه في بلاصه، كتجي هكا ملبيه وكتجي زوينه. غادي نخليه يبرد شويه يشرب داك الماء اللي رشيتو به، وغادي ندهنو بالزيت ونديرو باش يفور، وغادي نشوفو الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالنا. الوغ الكسكسو ديالنا من بعد ما وجد كيجي على هذا الشكل بالخضيره والحيمه، كيجي كيشهي، ها نتوما كتشوفوا صوره غنيه عن التعريف. كنرافقوا هكا بكويسات ديال البن، وكنحطوا معاه واحد شويه ديال لاصوص باش اللي جا ديك الساعه الكسكسو ناشف كيقدر يزيد شويه ديال المريقه. دونك كنتمنى ان الاقتراح ديال اليوم يكون عجبكم، وانكم تجربوه كذلك بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يوجدوا الكسكسو، ولا اللي كيما قلت لكم من بلدان اخرى، باش يتعرفوا ويذوقوا المذاق ديال هذا البلا كيجي غزال. دونك تبقاو على خير، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، الى اللقاء.